سأل رجل أبا عبد الله الطبري عن الحكمة في خلق الله تعالى الحية والعقرب والأسد مع ما فيها من الضرر الظاهر، فقال أبو عبد الله: حدثني أيها الرجل، منذ كم لسعتك عقرب أو لدغتك حية أو افترسك أسد؟ قال: ما أذكر شيئا من هذا منذ أن ولدت. قال: فمتى عهدك بمن عابك واغتابك وسبك وكتم محاسنك ونشر إساءتك وسعى في هلاكك وعزم في تلفك وبذل في فنائك وسهر في عطبك؟ قال: أقرب عهد. قال: فإن كنت عرفت الحكمة هناك فسقها إلى مسألتك، وإن كنت جهلتها هناك وسلمتها لخالقك فاجهلها هنا وسلمها للخالق. ثم أقبل على السائل فقال له: الدين النصيحة، إياك أن تقول فيما بث الله تعالى في العالم وخزنه في هذا الفلك وطواه من هذا الخلق لما وكيف، فإنك توكل فيه إلى نفسك وتعجز عن حقيقة ما استأثر به العالم بك. فسكت الرجل.